الولايات المتحدة الأمريكية وأجواء الانتخابات أيضا، يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن جاهدا لإكمال الأمتار الأخيرة من السباق الرئاسي والوصول للبيت الأبيض بعد الأداء الذي وصف بالكارثي خلال المناظرات التلفزيونية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما تسري شائعات خلف الأبواب المغلقة في واشنطن حول المناورات الكبرى للحزب الديمقراطي لإيجاد بديل له. كلام بايدن الصريح الذي اعترف فيه بأنه لم يعد يحاور كما كان يفعل سابقا وتأكيده بأنه قادر على المنافسة والقيام بالمهمة لم يقنع المانحين الأثرياء للحزب الديمقراطي الذين ساورهم الشك وباتوا يتساءلون ماذا لو لم يكن الرئيس قادرا على قيادة البلاد للسنوات الأربع المقبلة، وطلب بعضهم عبر تغريدات بتعهدات ملموسة تثبت القدرات المعرفية للرئيس، وهي ما يواصل البيت الأبيض الإشارة إليها. وفي كامب ديفيد المقر الصيفي للرؤساء الأمريكيين يعمل أفراد فريق بايدن على رأس الصفوف على أمل تخطي هذه الأزمة، لكن الأصوات الداخلية في الحزب لا تسهل مهمتهم، لا سيما بعد أن اعتبرت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ذات النفوذ الكبير داخل حزبها أنه من المشروع التساؤل حول وضع جو بايدن الصحي. هذا واستطلعت كاميرا الحدث آراء الشارع الأمريكي بخصوص تنحي بايدن عقب المناظرة، وهل يعتقدون فعلا أن كامالا هاريس قد تكون مناسبة للترشح في الانتخابات المقبلة؟ أعتقد أنه يجب على جو بايدن أن ينسحب من السباق. أشعر أنه غير قادر أن يتولى رئاسة البلاد ولم يفعل الكثير لاقتصاد البلاد، على الرغم من أنه ذكر حقائق عن ذلك لكنها غير صحيحة. كامالا هاريس قادرة بالتأكيد على منح الناس المزيد من القيادة الحكيمة التي نبحث عنها، وأعتقد بصراحة أن إدارة بايدن فعلت ذلك كما تعلمون، رغم أنها تعرضت لانتقادات. نحن بحاجة إلى مرشح يتمتع برؤية واضحة ويكون قادرا على تحقيق طموحات الشعب الأمريكي. أعتقد أن كامالا هاريس أكثر ملائمة وهي قادرة على القيام بأشياء أكثر بكثير من جو بايدن. أعتقد أنها تقوم بالعمل خلف الكواليس أكثر مما يفعل بايدن، وهذا مهم للجميع. نعم، أعتقد أن كامالا هاريس ملائمة لخلافة بايدن، لكنني أؤيد بايدن وأراه الشخص المناسب. لقد أحببت سياسته، العمر مجرد رقم ولا يزال يقوم بعمله بشكل صحيح. وفي فيديو مسرب ومن ملعب الجولف قال الرئيس السابق دونالد ترامب أن الرئيس جو بايدن سينسحب من السباق الرئاسي وأنه هو من أخرجه. من واشنطن ينضم إلينا الخبير في شؤون الأمريكية إريك هام. سيد إريك، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. فيما الاستطلاعات، استطلاعات رويترز على الأقل تقول أن واحد من ثلاث ناخبين ديمقراطيين يعتقدون أن على بايدن الانسحاب. بايدن يقول أنه ماض في الترشح ويحاول تصحيح صورته، لديه بعض المقابلات الهامة يوم الجمعة مع ABC على الأقل. هل يستطيع أو سيصلح بايدن بالفعل من صورته ويقلل من حجم الانتقادات؟
بوسعه ان يقوم بذلك، لكن الامر غايه في الصعوبه، وهذا يتطلب منه الخروج عن شخصيته. هذا الرئيس اثبت انه يتواصل مع وسائل الاعلام، وكذلك هو دائما يقوم بانشطه ميدانيه، والان ينبغي عليه القيام بذلك في السن 81، ولا يبدو انه راغب في ذلك الآن على الرغم من الأزمة التي تواجهها حملته، كما أنه لا يبدو أنه يرغب في حظر نفسه ومحاولة التعامل مع وسائل الإعلام بطريقة مثمرة، فضلا عن تعزيز خروجه إلى الميدان وأمام الناخبين. نعم سيد إيريك، ولكن فرضية انسحابه ما تزال قائمة، هناك دعوات لانسحابه من قبل بعض المانحين أو الداعمين والممولين للحملة الانتخابية. في حال انسحب بالفعل، يقال إن هذا الحل الأقل فوضوية، ولكن كيف سيتم؟ هل سيكون بالفعل سهلا؟ كلا. بالنسبة للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمرشح المحتمل لخلافته، سيكون ذلك أمر صعب للغاية وفوضوي بالنسبة للحزب الديمقراطي. فوفقا لقواعد الحملة الانتخابية، فإن التبرعات التي وصلت إلى 300 مليون دولار لا يمكن لهذه التبرعات أن تذهب لأي خليفة، وبالتالي هذا أمر يصعب القيام به. علاوة على ذلك، ليس هناك أي مرشح باستثناء كامالا هاريس لديها البنية الوطنية التي تسمح له بالتنافس، وكذلك ما أكثر ضررا هو أن الوقت متأخر جدا لتقديم مرشح لانتخابات نوفمبر. بغض النظر عن الحالة السيئة لبايدن، فإن الحزب الديمقراطي يتمسك ببايدن على الرغم من الدعوات المتزايدة لكي ينسحب من السباق، ولكن القرار يعود لبايدن. دعونا نكون واضحين، لن يكون هناك من يستطيع أن يضغط عليه بالانسحاب، فهو رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الولايات المتحدة، لا يمكن لأحد أن يجبره على التنحي. القرار هو قراره، وفي الوقت الراهن أظهر بجلاء أن هو لن يتنح. ألن يكون هناك حل آخر؟ لأن بعض الفرضيات أو التحليلات تقول بإمكان الحزب أن أو أعضاء في الحزب أن يقوموا بعملية ترشيح مفتوحة في المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي سيكون في أغسطس المقبل، ما يعني البحث عن بديل لبايدن. مرة أخرى، المشكلة في هذا التوجه هو أن في بعض الولايات يسعى تقديم مرشح، فهناك ما لا يقل عن 5 ولايات سيكون منافسة فيها قوية. هذه الولايات قد يخسرها المرشح إذا ما عجزت عن تقديم مندوبين واختيار خليفة لبايدن. إذن أعتقد أن كل الحديث الآن بشأن تنحي بايدن ليس بالخيار العملي ولا يفيد، بسبب القواعد التي تضع قيود على أي مرشح خليفة لبايدن في الحزب الديمقراطي. إذن على ما يبدو ترجح الفرضية الأولى بأن بايدن سيبقى مرشح للحزب الديمقراطي، لن ينسحب ولن يبحث عن بديل له. في هذه الحالة من سينقذ سمعة بايدن ربما الانتخابية، وبعد حجم التشكيك لدى الناخبين في قدرته الصحية؟ حتى أكون واضح، أنا لا أفضل أي خيار، وإنما أقول أن لا تفضل، أقصد ترجح ولا تفضل. I
مرة أخرى صحيح نعم فيما يتعلق بسمعة جو بايدن فهي لم تتأثر. المشكلة هنا هي زيادة القلق بشأن سنه وحالته الصحية. دعونا نكون واضحين بأن بايدن يمكن أن يؤدي المهمة الآن، ولكن هل يمكن له أن يقوم بذلك خلال السنوات الأربع المقبلة؟ وهو لم يستطع أن يجيب على هذا السؤال حتى الآن. لو أجاب على السؤال بطريقة ناجحة فإن بايدن سيبذل المزيد من الجهود للتواصل مع الشعب الأمريكي، وما نلاحظه الآن هو رجل لا يرغب أن يقوم بذلك. نعم. في المقابل ترامب المرشح الآخر الذي كان في المناظرة والذي على ما يبدو بدأ قويا بعد هذه المناظرة، هل حظوظ بايدن أو حظوظ ترامب قوية فعلا أمام هذا المنافس المستمر بايدن؟ في الوقت الراهن نعم، ما نلاحظه في الوقت الراهن هو السباق يمكن أن يذهب في أي الاتجاهين، ودونالد ترامب يمكن له أن يسعى للعودة إلى الرئاسة. وأعتقد ما سنلاحظه أيضا، ودعيني ربما أعود وأقول أن نحن ندرك بأن هذا التوجه نحو دونالد ترامب يعود لأننا لم نسمع من دونالد ترامب عن قضايا حساسة باستثناء ما جرى خلال المناظرة. السبب يعود لأن دونالد ترامب هو مرشح منضبط وسمح لحملة بايدن هاريس بأن تنفجر من الداخل وتتعرض للانتقادات. وما نلاحظه هنا هو أن دونالد ترامب يسمح لهذا التوجه بأن يستمر للاستفادة. شكرا من ذلك. شكرا جزيلا. الوقت المخصص للمقابلة للأسف انتهى. من واشنطن كنت معنا خبير في الشؤون الأمريكية إريك هام، شكرا جزيلا.